خلاص اتصالات، بروح لفاصل بس بما ان ختمنا بموضوع الزمالك، انا يعني رسالتي الى الاخ العزيز اللاعب الكبير والمحترم، لا سيد عبد الحفيظ، هو مدير الكرة في الاهلي. يا سيدنا يا محترم، يعني انت رايح في لقاء تلفزيوني على قناة محترمة مع انسان محترم، ما لك شغل تكلم عن ناديك يا اخي، شكو تتكلم عن الزمالك وجمهور الزمالك ونادي الزمالك؟ ما يعني انا اتمنى منك يا سيد عبد الحفيظ، بعد ما صبح عليك بالخير، اتمنى تتعلم من اسامه نبي. يعني شوف الفارق بين اسامه نبي وشوف الفارق بين سيد عبد الحفيظ. هل مره يا سيد عبد الحفيظ شفت اسامه نبي تكلم على جمهور الاهلي ولا تكلم على النادي الاهلي؟ الريال مع انه مدير الكره في نادي الزمالك انسان يحترم الفريق المنافس، يحترم جمهور المنافس. تعلم من رضا عبد العال مثلا، تعلم من خالد الغندور، يعني اسماء اتمنى تستفيد منها لما تطلع على الهواء. يعني راجع الشخصيات هذه، شوف شلون تتكلم، شلون تحترم الفرق الاخرى والشخصيات الاخرى. اما اللي لقاء كامل حاط دوبك ودوب الزمالك، يا رجل والله ما لهالدرجه، لهالدرجه يعني الدوري معورك يعني يا سيد عبد الحفيظ؟ مشكله والله. فاصل.